السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في الثمانينات وفي مدينة مراكش، واحد السيد راجل متقاعد، الاسم ديالو عبد الكريم، عايش غير بوحدو، وكانت مراته توفات هذه تقريبا شي 5 سنين. عنده بنت وحدة مزوجة وساكنة في مدينة اخرى، وكانت عنده واحد الخدامة. هاد الخدامة ديما كتجي وكتجمع ليه الدار وكتطيب ليه الغداء وكتصاوب ليه العشاء، اما بالنسبه للفطور كيصاوبو غير راسو. هي كتجي الصباح تصاوب ليه الغداء والعشاء وتجمع الدار وتمشي في العشيه بحالها. واحد النهار جات حلات الدار بالساروت ودخلات كيف العاده، ما لقاتش السي عبد الكريم، عيطات ما كاينش. قلبات بيت النعاس، الفراش ديالو كان مجموع، يعني ما كانش نعس هنايا، وبالتالي ما بيتش هنايا. هي ملي مشات البارح خلاته مازال في دارو، قالت مع راسها هذا غادي يكون غير بات مع شي واحد صاحبه. طيبات الغدا كيف القاعده، وجدات العشاء، وجمعات الدار، ومشات في العشيه. لا غد ليه رجعات ودخلت للدار، نفس القضيه ما لقاتوش. هاد القضيه كما قلنا في الثمانينات، وما كانش البورطابل اللي غتصل به هاد السي عبد الكريم فيه، وما عندهاش عنوان ديال شي واحد دي صاحبه كيمشي عنده. قالت ربما مشى شي بلاصه انا ما عارفهاش، ولكن هي كانت على اتصال دائم بالبنت ديالو اللي مزوجة في مدينة اخرى، ديما كتواصل معها وكتنقل لها الاخبار ديال باباها لانها كتطمئن عليها من خلالها. النهار الموالي عيطات ليها، عيطات لبنته، عيطات ليها بالفيكس ديال الدار، وقالت لها شوفي راه باباك يومين هادي ما لقيتوش في الدار، كنجي كيف القاعده ولكن هو ما كاينش. قالت لها شوفي لا يكون مشى عند شي واحد صاحبه او شي واحد من العائله ديالكم الا عرفتي شي حاجه. بنتو سولاتها وقالت لها واش الطوموبيل كاينه في بلاصتها، مشات الخدامه وقلبات، قالت لها الطوموبيل ديال سي عبد الكريم ما كايناش في البلاصه اللي موالف كيحطها فيها. قالت لها هذيك بنتو صافي غير قطعي دابا، وانا غادي نشوف صحابو ونشوف العائله لا يكون مشى عند شي واحد فيهم. هذيك بنتو ملي اتصلت بصحابو والعائله ديالهم تا واحد ما قال لها راجع عندهم، كاملين اكدوا ليها انه ما جاش عندهم. هذيك البنت ديالو اللي مزوجه في مدينه اخرى بعيدة بزاف على مدينة مراكش وعندها الخدمة ديالها، قالت الخدامة سيري علم البوليس وباش ما كان علميني. هي هذيك هاد الخدامة هذي مشات عند البوليس وعلماتهم، دخلات عندهم السلام عليكم. وعليكم السلام، انا سيدي انا خدامة عند واحد السيد، الاسم ديالو فلان فلاني، كيسكن في بلاصة فلان فلانية. هاد السيد هذا انا خدامة عنده، كنجي كل نهار بالصباح وكنمشي في العشية، هادي يومين كنجي ما كنلقاهش، ما كاين لا هو لا طوموبيلتو. وهاد السيد هذا راه ما عمرو بات برا، واحد النهار بات برا علمني، قالها ليا، قال لي غادي نبات برا، ولكن هاد اليومين هادي ما بانش وما جاش وما قال لي والو. والدار ما فيها حتى شي حاجه كتدخل الشك، ما كاين لا سرقه، ما كاين تهراس، ما كاين حتى شي حاجه، وطوموبيلتو حتى هي كما قلت لكم راه ما كايناش. البوليس انتقلوا مع الخدامه هادي، انتقلوا مع الدار، لا تكون شي حاجه هي ما لاحظاتهاش ولا شي حاجه. جاوا مع البوليس حلات لهم الدار بالساروت، قلبوا بيت النعاس، قلبوا الكوزينه، قلبوا الصالون، قلبوها كامله، ما بانت لهم حتى شي حاجه اللي هي غريبه اولا كتدخل الشك. هنا قالوا الخدامه صافي ديري واحد المحضر ديال البحث اللي فائده العائله، لان السيد كما قلتي لينا ما عندوش عائله ديالو، كاينه غير بنته بعيده علينا في مدينه اخرى، واخا انت غير الخدامه ديالهم ديري بحث لفائده العائله، صوبوا لها المحضر ديالها ودفعوه للشرطة القضائية. المهم اليوم الثالث على الاختفاء ديالو، اتصلوا لابيجي بهذيك الخدامة باش يديروا معاه واحد التحقيق آخر. مشات عندهم لابيجي كيسولوها امتى كتجي، معاش كتمشي، اشنو كديري ليه، هاد السيد اللي خدامة عنده فين كيمشي، يعني شنو خدماته، ورا التقاعد، اصحابو شكون هما، واش عندو شي علاقات نسائية، واش كيشرب، واش كيدير. المهم جميع الاسئلة باش يعرفوا هاد السيد هذا المحيط ديالو، باش يقلبوا من يبداو، باش يلقاو من يدخلوا، باش يحلوا هاد الاختفاء ديالو المفاجئ. هنايا ديك الخدامه كتهضر بكل تلقائيه وعفويه، وبانت البوليس انها ما في راسها والو، وكتهضر عن حسن النيه وما على بالها والو. السيده خدامه على راسها، شافت رب العمل ديالها اختفى، مشات علمات البوليس هذا مكان، ولكن ما عطات حتى شي حاجه مهمه للبوليس، ما وراتهم حتى شي حاجه. والبوليس في نفس الوقت تاكدوا بان هذاك السيد بريء من هاد العلاقات النسائية، أو لأنه كان كيشرب أو كيدير شي حاجة، السيد ما عليه حتى شي حاجة. هي هذيك الخدامة مشات في حالتها. اليوم الرابع
هذيك الخدامه غادي ترجع للبوليس. واش تقول لهم؟ تقول لهم اودي راجع عندي واحد السيد. السيد شكون هو؟ السيد ميكانيك جا عندها للدار، يعني الدار تاع داك المتقاعد، ولقى غير الخدامه. قال لها عافاك كاين مول الدار؟ قالت لي لا ما كاينش. شكون انت وليش بغيتيه؟ قال لها انا الميكانيك. وراح حاط عندي الطوموبيل ديالو كتصايب، راه تعطل عليها وما جاش ليها. قالت لي فين عندك المحل؟ قال لها غير هو راه عارف المحل فين كاين. قالت لي غير قول لي انا المحل العنوان ديالك باش الى جا ناكد لي بانك انت شكون. قال لها راه انا سميتي فلان من فلان، عندي المحل في الزنقه فلان فلانيه، راه معروف تما، غير سولي على فلان يقولوا لك. المهم عطاها الادريسة بالضبط. ملي عرفوا البوليس من خلال الخدامه هذاك العنوان ديال هذاك الميكانيك، انتقلوا عنده ومشاو عند هذا الميكانيك اللي جا كيسول على هذا الحاج عبد الكريم. البوليس وقفوا على هذاك الميكانيك، السلام عليكم. وعليكم السلام. لقاوه تما في المحل ديالو، كان عنده واحد الكراج اللي هو كبير، يعني ميكانيك عام وعنده الخدامه بزاف، عنده تقريبا شي 5 أو 6 الخدامه. هضروا مع مول المحل، قالوا لي انت يا واش البارح مشيتي عند الدار تاع فلان فلاني الحاج عبد الكريم ولقيتي غير الخدامه؟ قال لي يا سيدي البارح مشيت عنده باش نجي نقول لي حيد طوموبيلتك من عندي، عطيني فلوسي وديها عليا، راه 5 أيام وحاطه عندي هنايا وانا كنخاف عليها لا يوقع عليها شي حاجه. الكراج عندي عامر بالطوموبيلات وما عنديش فين ندخلها، وكنخاف شي نهار تسرق ولا شي حاجه وتولي انا غارمها ولا شي حاجه، اللهم يجي يديها عليا. راه شحال من مره كنمشي عندو يقول لي واخا واخا، ولكن دابا شتو طول بزاف. هاد الميكانيك داروا لي البوليس محضر وقالوا لي الدراري الخدامين عندك شحال من واحد؟ قال لي ما ودي معايا 5 دراري. شكون هما؟ يا فلان فلان فلان، قيدوا لي الاسماء ديالهم. عمروا لي المحضر ديالو وصيفطوه في حالته. هنايا هاد البوليس سولوا هاد الميكانيك، قالوا ليه اخر مره جا عندك يا عبد الكريم امتى؟ قال لهم اخر مره تقريبا شي 5 أيام هادي مع الخمسات العشية. جا عندي قال لي الطوموبيل غنديها. قلت لي شوف راه باقي فيها واحد الخدمة تمايا غنكملها ورجع ليها. من تما مبقاش رجع، انا كملت لي الطوموبيل ومبقاش رجع ليها. البوليس سولو هاد الميكانيك اخر مرة شفتي فيها هاد عبد الكريم؟ قال لي دابا شي 5 أيام مع الخمسة ديال العشية جا عندي باش يدي الطوموبيل. قلت له اودي راه باقي فيها واحد البريكول انا نكملو وجي ديها. كملت الخدمة هو ما جاش ليها. قالوا لي صافي غادي نبغيوك غادي نعيطوا لك، صافي سير فحالك دابا. الميكانيك مشى للكراج ديالو. ملي مشى للكراج ديالو تبعوه البوليس مع الصباح. علاش مشاو عندو البوليس مع الصباح؟ ما بغاوش يستدعيو هذوك اللي خدامين معاه، كل واحد يجي للكوميساريه بوحدو يحقو معاه، غادي يتفرتكو شي غادي يجي شي ما غايجيش، الاخبار غتشيع. الا كان شي واحد في راسو العجينه غادي اما غادي يهرب اولا غادي يوجد شي سيناريو يقول البوليس. وانما البوليس باغتوهم في الكراج مع الصباح، كانوا الخدامه كاملين كاينين، باغتوهم وفاجئوهم وبداو يسولوا فيهم تما. ملي وقفوا عليهم في الكراج كاملين مجموعين مع الصباح، اول حاجه سولوها البوليس ليهم هما مجموعين في خطره واحده قبل ما غادي يسولوهم كل واحد بوحده. قالوا لهم مجموعين هاد الطوموبيل ديال من؟ قالوا لهم كاملين بانها ديال واحد السيد سميتو عبد الكريم، جابها هذه تقريبا شي 5 أيام ورا المعلم هو اللي خدام فيها. دابا البوليس سولوا هذاك الميكانيك الباترون، قالوا ليه هو امتى بالضبط جاب عندكم هذا الطوموبيل؟ وقال ليه هو في الصراحه راه جابها 3 سيمانات هادي، جابها كل مره كيجي يبغي يديها كنزيدوها البياس، كانت خاسره بزاف كل مره نزيدوها بياس نشريو ليها حاجه تخسر حاجه، ولكن اخر مره ملي تصاوبات هذه 5 أيام ما بقاش رجع جدها. قالوا لي البوليس معاش اخر مره الوقت عطينا بالضبط؟ قال لهم هذاك الميكانيك الباترون مع الخمسة العشيه. البوليس هما يسولوا هذوك الخدامه معاش انت شفتيه اخر مره؟ قال لي مع الخمسه. وانت؟ مع الخمسه. وانت؟ مع الخمسه. وانت؟ مع الخمسه. كاملين بخمسه بيوم قالوا حنا شفناه مع الخمسه، وهذاك الميكانيك حتى هو قال شفتو مع الخمسه اخر مره. هاد الساعه هذه اللي قالوا كاملين انهم شافوه فيها مع الخمسه دخلت الشك لابيجي. البوليس تنوعوا في هذه القضيه هذه، كيفاش كاملين شافوه في خطره واحده مع الخمسه؟ حتى واحد ما قال مع الخمسه ونص، واحد قال مع 6، واحد قال مابقيتش عاقل، يعني ما كاينش واحد التضارب وما كاينش شي واحد اللي نسى اولا بقى كيفكر، وانما قالوا كاملين في خطره واحده مع الخمسه. هنا البوليس جمعهم كاملين وداوهم للتحقيق في لابيجي. هنا في لابيجي البوليس فرقوهم هذوك الخمسه المتعلمين، فرقوهم البوليس كل واحد حقه معاه بوحدو. كيسولوا الاول فيهم قالوا لي ما شفتي هذاك عبد الكريم جا عند المعلم ديالكم في المحل ديال الميكانيك؟ وقال لهم مع الخمسه.
قالوا لي البوليس واش عندك المكانه؟ قال لهم لا، هذيك الساعه حنا كنهضروا في الثمانينات، راه ما كان لا بورطابل لا والو اللي غادي يجبد ويشوف الساعه، كانوا غير الماكن في اليد وصافي. قال لي انت ما عندك لا مكانه لا والو، لان البوليسي ضرب لي على اليد ديالو ما فيها لا مكانه لا والو. قال لي واش عرفتي الخمسه؟ هو قال لي الله اعلم، المهم بان لي الخمسه وصافي. لا قال لي قول لي باش عرفتيها؟ هو قال لي بان لي الحال هبط الظلام طاح، لان هذيك الساعه كانت الشتاء، كان الظلام دغيا كيطيح جوي الخمسه الخمسه وشي حاجه. وقال لي باش عرفتيها؟ قال لي الصراحه قال لي غير المعلم، المعلم هو اللي قال لي مع الخمسه. قال لي المعلم هو اللي قال لي قول للبوليس الخمسه. قال لي اه هو مشاف حالاته هذا، جابوا الاخر حتى هو نفس الهضره كيقول. قال لي المعلم قال لنا الا جاو عندكم البوليس قالوا لكم مع الشفت وهذاك عبد الكريم قولوا مع الخمسه. حنا سيدي قال لنا المعلم قلنا لكم حنا ما عرفنا خمسه، ما شفناه ما والو، هما اصلا ما شافوه ما والو، غير المعلم اللي جا وصاهم قال لهم الا سولكم البوليس قولوا اخر مره شفتوا هذاك السيد كانت مع الخمسه. سولوهم كاملين حتى واحد ما شافو، ملي كانوا مجموعين يسولوهم البوليس قالوا مع الخمسه. ملي فرقوهم ما توقعوش ان البوليس يسولوهم هذا السؤال هذا. هنا كاملين اعترفوا قالوا ان المعلم هو اللي وصاهم على القضيه هذه. ملي بداو كيحقوا معاهم كل واحد بوحدو عرفوا بان ثلاثه مشاو في حالاتهم، يعني سالات الخدمه ديالهم، غسلوا يديهم بدلوا حوايجهم ومشاو في حالاتهم، وبقاو جوج من هذوك الخدامه بقاو مع الباترون ديال لا ميكانيك، بقاو مع هذاك المعلم تاع الميكانيك. هنا البوليس غادي يمشيو يهضروا مع هذوك الجوج اللي قلنا بقاو مع المعلم، والاخرين دوك الثلاثه لبسوا حوايجهم ومشاو في حالاتهم من ورا الخدمه. غادي يجيبوهم الكوميساريه وغادي يزيروهم مزيان، يقولوا لهم نتوما يا من اللي بقيتو غرق من اللي سالات الخدمه، اش بقيتو كديروا مع الباترون؟ هنايا هذوك جوج دراري، هذوك جوج معلمين ديال الميكانيك، قالوا ليهم قالوا البوليس باننا حنا الباترون من اللي لبسنا حوايجنا وكنا غاديين، عيط لينا انا وفلان، يعني هذوك جوج. قال لينا نتوما يا بغيتكم واحد الخدمه، شنو هي الخدمه؟ قال لي اودي حنا عندنا الكراج راكم عارفين، الا بغينا نخدمو تحت من شي طوموبيل كنديرو غير الكارطون وكنتمحنو باش نشوفو الموتور من التحت ونشوفو الطوموبيل من التحت، كنديرو غير الكارطون وكنشوفو الطوموبيل من التحت وكنخدمو فيها غير من التحت، كنعسو على الدص كنديرو الكارطون تحت من ظهرنا وكنخدمو فيها. قال لنا الباترون علاش حنا غنبقاو محلين بهذه الطريقه هذه؟ غادي نحفروا وسط من الكراج، غنديروا بحال واحد الفوسي، والطوموبيل غادي نولوا نهودوا في هذيك الحفره ونشوفوها على خاطرنا ونخدموا على خاطرنا، دابا غادي نكونوا مرتاحين. وراهم العبار اللي غادي يحفروا واحد متر على جوج مثلا ولا شي حاجه، عطاهم الفاس عطاهم الباله قال لهم يلا بالي وتخدموا على خاطركم الليل هذا، وانا غندور معكم ونتهلا فيكم. وسد علينا الكراج بالساروت ومشى في حالاته. حنا بقينا خدامين كنحفروا ونحفروا، درنا واحد الحفره كبيره باقي ما كملناش، ولكن المهم حفرنا فيها، يعني حفرنا مزيان. واحد تقريبا واحد ساعه ونص حتى ساعتين رجع الباترون حل المحل ورجع، قال لنا صافي غير حبسوا من الحفير بركه ما خاصني الحفره لا والو. قلنا لي علاش؟ قال لنا ودي مول الدار اللي كاري لينا الكراج راه سمعكم كتحفروا وراه نوض معايا الصداع، وقال لي ما تحفرش لي المحل ديالي، اللي بغيتي تحفروا لي شي حاجه خاصو يكون ديالك، انا ما كاريش لك يا سيدي باش تحفر لي المحل. نوضت مع الصداع وحبسني على الحفير، من ناقص سيدي حتى الغدا ونكملو ونشوفو شنو نديرو، صافي غير بدلو حوايجكم وسيرو في حالاتكم. قالوا لي هاد الخدامه بدلنا حوايجنا وخلينا الفاس تم والبالا تم والحفير باقي هو هو، الحفره كانت ممردومه ما والو، خليناها كما هيايا مشينا في حالاتنا. وملي جينا الصباح وبغينا نكملو الحفير ديالنا او نردموها ونشوفو اش دار مع مول الدار، كنتفاجئوا بان ديك الحفره مسدوده ومردومه وفوق منها الدص وفوق منها السيما بحال ما كاين لا حفره لا والو. قال لنا الباترون هنايا قال لنا ملي مشيتو نتومايا راه هود عندي مول الدار، ونوضت مع الصداع وقال لي اردم عليا الحفره هذه، الكراج ديالي ما دير فيه حتى شي حاجه وما تحفرش فيه، انا ما خصني صداع سيدي، مشيت جبت لي عاوني وردمناها ودرنا لها الدص سيدي، حنا ما قادين على صداع وما بيني وبينوش. هنا البوليس ملي سمعوا الشهاده مشاو جابوا الميكانيك مول المحل وجابوه للتحقيق. البوليس وجهوا واحد السؤال لهذا الميكانيك، قالوا لي واش انت البارح حفرتي واحد الحفره وجا مول الدار ومنعك وردمتي عاوتاني؟ قال لهم اها كاينه هاد الهضره هادي، درت واحد الحفره كنت بغيت نصوبها باش نصوب الطوموبيلات من التحت، كنتعذب ملي كندخلو على ظهرنا ونشوف الطوموبيلات، ولكن ملي بديت نحفر فيها حبسني مول الدار، اسيدي ما خاصني صداع معاه سديتها، غنشوفو مول الدار، يلا معانا نشوفو مول الدار.
ملي مشاو شافوا الدار اللي فيها الكراج يعني من الميكانيك، اصلا مول الدار ما ساكنش تمايا بعدا كاع، هي مليون، وانما ساكن فوق منه غير واحد الكراي. سولوا الكراي قالوا لي واش البارح سمعتي شي حفير محفير؟ قال لي ما انا كاع ما كندير في هذاك الشيء كاع، مع مولف مع الصداع ديال الميكانيك عن الموتور خدام شي كيضرب كل واحد شنو كيدير، ولفوا على داك الصداع وما دمج في الحفير. عيطوا على مول الدار اللي ما كانش ساكن تمايا، قالوا لي انت واش البارح عيط عليك هذا الميكانيك وقال لك اودي غادي نحفر واحد الحفره هنايا ومنعتي نتايا؟ قال لي ما انا ما منعته وما والو، اصلا ما كنجيش بعدا، وشحال هادي مبقيت جيت كنجي كل شهر ندير الكرا ديالي صافي، ما سوقيش فيه يحفر ولا يدبر راسو، المهم انا كنعرف الكرا ديالي فقط. هنا البوليس قالوا للميكانيك واش بان لك في هاد الهضره هادي، مول الدار ما خباروش، الناس اللي فوق منك ما ساقوا الخبار، الناس اللي خدامين معاك قالوا بانك انت اللي قلت لهم حفروا وحفروا واحد الحفره، جاو الصباح لقاوها مسدوده. هنا البوليس قالوا لهذاك الميكانيك اش بان لك دابا، واش حنا اللي نحفروا الحفره ونشوفوا اشنو فيها، ولا انت اللي تحفر راسك وتخرج لنا اشنو فيها؟ قالوا لي البوليس دابا غير قول لنا، حنا غادي نحفروا هاد الحفره ونعرفوا واش كاين، غير قول لنا نتايا بعدا قول لنا القصه كي دايره. هنا اش يقول لهم هاد الميكانيك؟ اصلا هاد الميكانيك هو كانت عنده واحد البليه، هذا كان سكير، كان كيسكر بزاف، كانت بليته الشراب، كيسد المحال ملي كيسالي الخدمه ديالو في العشيه، كيعرف البار كيمشي للبار ديريكت، ما كيشربش في الدار اولا كيشرب في الكراج اولا كيشرب في شي بلاصه اخرى، انما عزيز عليه انه يشرب في البار وكيتقابل مع الدريات اللي كيخدموا في الكونطوار، كيبقى عاطي للضحك والنشاط وكيشرب مع راسو وكيرجع حالته في تالي الليل. هذه هي خدمته وهذه حياته، عزيز عليه الشراب بواحد الطريقه بزاف. هاد السيد هذا فلوسه طبها غير في الشراب، يعني اي حاجه كيصورها في الكراج، مع ان العلم ان ميكانيك كان كيدخل بها الفلوس، كان كيطبها في الشراب وكيطب على واحد السيده كان متعرف عليها وعنده معاها علاقه، كان ديما معاها، كان ديما الشراب يعني فلوسه طبها، ولا في الكريديات ولا دخل في واحد الازمه ماليه. هاد السي عبد الكريم هاد الراجل الشيباني اللي جاب هاديك الطوموبيل ديالو، هاديك الطوموبيل كانت ساويه في هذاك الوقت في الثمانينات، كانت واحد الطوموبيل اللي زوينه وغاليه، جابها ليه كانت ما خاصها والو ديك الطوموبيل، خاصها شي لعيبه بسيطه، يعني 5 دقائق تاع الخدمه ولا شي حاجه. هو اشنو قال لي؟ هو ملي بان لي هذاك الشيباني راجل كبير ومسكين يعني باينه مدعدع وهداك الشيء حقرو، قال هذا غادي نضحك ليه شويه وغادي ندي الطوموبيل نمشي نسكر بيها. هو كانت هذه خدماته، كان الطوموبيل ديال الكليان كيديها للبار كيشرب بيها وكيرجع، كيديها كيهز بيها هذيك الدريه اللي كيعرف وكيدور مع راسو معاها وكيرجعها. اش قال لهاد الراجل الكبير؟ قال لي الطوموبيله ديالك واك لا راسها حفظك الله صاحبي، قال لي عرفتي هاد الرويده هادي؟ قال لي راه باقا شاده غير واحد البولون واحد، كانت غتقلبك شي مره، غير حفظك الله وصافي. قال لي خاصه هنا وخاصه هادي وخاصه هادي، عرفتي بقى يحط عليه بزاف تاع الخدمه وبزاف تاع الاصلاحات في ديك الطوموبيل، تقريبا واحد السيمان هي اللي غتسالي. وقال لي راه عطيني باش نبدا، عطاه الفلوس باش يخدم الطوموبيل على نيتو هذاك عبد الكريم، عطاه الطوموبيل، عطاه الطوموبيل وعطاه الفلوس تاهي باش يخدم، قال لي خاصنا نجيبو هادي وهادي وهادي. المهم السيد سيمانه ويعدو الطوموبيل، يعني قال لي صافي سيمانه هلي توجد، الاخر ملقاش جا تا داز السيمانه. هاديك السيمانه كان كيهزها وكيمشي للبار وكيمشي كيبقى يدور مع راسو وكيهز فيها صحابو وكيهز فيها هاديك السيده اللي كيعرف، وكلشي كيقول لهم بانها الطوموبيل جديده راني شريتها، قولوا لي مبروك، كيقولوا لي مبروك على سلامتك، الطوموبيل مزيانه باقا مزيانه باقا نقيه، المهم على اساس انها ديالو. كيمشي يشرب وكيجي، كيمشي يشرب وكيجي، يوميا يوميا. سالات هذيك السيمانه جا عنده عبد الكريم، قال لي امضر الطوموبيل وجدات؟ قال لي مازال ما وجدات اصاحبي، راه فيها الخدمه بزاف. قال لي راه خاصه بياس اخر وخاصه خدمه اخرى، زيدني الفلوس. كيعطي الفلوس، هذيك الفلوس كيمشي يشرب بها والطوموبيل كيمشي يركب عليها، اليوم غدا اليوم غدا كيرجع عنده عاوتاني هذاك عبد الكريم، طلع لي الدم هذاك عبد الكريم. قال لي اصاحبي راه بزاف، قال لي الطوموبيل واخا تكون مهلوكه هذه طوموبيل راه جديده اصاحبي، قال لي وانت درتي لي الحاله كامله. قال لي عرفتي اش دير؟ اعطيني طوموبيل يا سيدي ولا غادي نعيط لك على البوليس. وحده فيهم بقى كيطلب فيه هنايا، قال لي ما كاين لا بوليس لا والو، واش حنا غادي نوصلوا لهذا المستوى صاحبي؟ قال لي خاصه حاجه وحده، انت سمع سمع مزيان كيدير اماش، قول لي سمع سمع راه شي ناس قلبك في شي بلاصه هذا. قال لي انا غنصوبها لك غدا ان شاء الله مع الخمسه، غتجي غتلقاها موجوده صافي، هذه كلمه ديالي كلمه ديال الرجال. قال لي هذاك عبد الكريم الخمسه ما لقيتهاش موجوده غادي نهزها وغادي نديها، والا غادي نعيط لك على البوليس. قال لي صافي كلمه ديال الرجال. هذيك الساعه الخمسه كانت كتجي في الظلمه لان كانت الشتاء هذيك الساعه،
هذاك النهار قبل ما توصل الخمسة بزاف كاع، هذاك الباترون ديال الميكانيك، هاد الميكانيك صيفط دوك الدراري، صيفطهم في حالتهم قبل الوقت، قال لي ما عنديش خدمة خاصني نقضيها هنايا، صافي سيروا في حالاتكم، وخلى هادوك الجوج اللي غادي يحفروا الحفرة. عيط لهم وقال لهم الله يجزيكم بخير، الا ما حفروا واحد الحفرة هنايا باش نقلبوا الطوموبيلات من التحت، حنا كنتعذبوا نديروا الكارطون وندخلوا تحت منها. حفروا هذيك الحفرة، جا هوايا قال لهم صافي بارك الله نوضت الساعة مع مول الدار، صافي سيروا في حالاتكم، دور معاهم ومشاو. ملي جا السيد مع الخمسة فعلا نيت ما لقى حتى شي واحد في الخدامة، لقى غير هذاك الميكانيك. كان هذاك الميكانيك دخل الطوموبيل ديالو الكراج داخل ورد الباب، ردو ماشي مسدود وانما ردو اللي داز من الزنقه ما غاديش يشوف حتى شي حاجه. ملي دخل هذاك عبد الكريم ولا يوريه، قال لي انت الطوموبيل ديالك دابا راه ولات موجوده مزيانه، يمكن لك ديها وانت غير ظلمتيني وكذا وكذا. كيقلب فيها هذاك عبد الكريم، هز واحد الحديده هذاك الميكانيك وغفلو ضربو على الراس، ضربو واحد الضربه، الضربه الثانيه، الضربه الثالثه، طيحو تمايا. وباش يتاكد من انه مات خنقو، شد واحد الحبل كان عنده تمايا وقشجو بيه مزيان، بقى قاجو حتى خنقو. السيد راجل كبير ودغيا دغيا غلب عليه ودغيا قتلو تمايا. مشى ملي قتلو تمايا دفعو في هذيك الحفره اللي حفرو الدراري، لاحو تمايا، ديمار الطوموبيل وخرج على برا، ورجع هو يدخل المحل بطبيعة الحال سد الكراج عليه، لاحو في هذيك الحفره كما قلنا وردم عليه هذاك التراب وحاط السيما والرمله وداك الشيء مجدو، ودار هذاك الدس على هذيك الحفره وغطاها وصاوبها مزيان، وجاب واحد الطوموبيل قديمه عنده في المحل وحطها فوق من الحفره باش حتى واحد ما يدي ما يجيب، وتبقى الحفره تسكر على خاطره، وغسل يديه ومسح وجهه ومسح حوايجه وهز شي فلوس كانت عند هذاك عبد الكريم في حوايجه، وركب على هذاك الطوموبيل ديال عبد الكريم ومشى للبار يكمل الليله ديالو في الشراب. لغد ليه جا عادي للكراج، بقى على الخدمه عادي، وقال للدراري قال لي ما ودي ديك الحفره راه جا مول الدار وتخاصمنا عليها ومن ناقص منها راني ردمتها وصافي. هي هذيك فاش دار هذاك السيناريو ديالو، ومشى عند الخدام ودق على الدار ديال هذاك عبد الكريم، وقال له عافاك الا ما قولي لعبد الكريم يجي يدي الطوموبيل ديالو، اسيدي هي جاي يديه عليا ما خاصني لا فلوس لا والو. فاش مشاو البوليس وقال لهم راه طوموبيلته حاطه شحال هذه وراه ما جا ما والو، اسيدي غير ديها عليا ما خاصني لا فلوس لا والو، وبدا كيمثل قدامهم. ولكن ملي واجهوا البوليس بهذيك الحفره قالوا لي واش تحفر تايا ولا نحفروا حنايا، ما لقى ما يقول واعترف بالحقيقه. هنايا شوف هاد السيد هذا الشراب فين وصلو، والخمر والبليه ديالو فين وصلاتو، همل مراتو وولادو كان كيجوعهم وما كيصرف عليهم والو، مع العلم انه كان كيصور الفلوس، ولكن هذيك البليه ديالو ديال الشراب خرجت عليه تصيفطاتو للحبس وتحكم ب30 عام. وهنايا كتسالي القصة ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.